طوال عقود تركت أكواما من التخلفات التي تنبغي معالجتها. الأخوات والإخوة، بين كل السيناريوهات السيئة والسوداوية التي كنا نتخيلها، لا أتصور أن أحدنا استشرف ما بلغه الواقع فعلا من خلال التنظيم المسمى داعش، بل على العكس اعتقد معظمنا أن ظاهرة التطرف والإرهاب كما عرفناها مع الجماعات الجهادية وتنظيم القاعدة أفلت بفعل ثورات الشعوب وتعبيرها عن وعي يذهب بعيدا في تسطير عناوين المستقبل: الدولة للجميع، القانون فوق الجميع، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ومن الواضح أننا أخطأنا في تشخيص طبيعة التغول الذي بلغه المتطرفون، فهم أكثر انغماسا في الفوضوية مما هم مهمومون بشؤون مجتمعاتهم، وقد وجدوا ضالتهم في التنكر بالدين والتستر بادعاء العمل من أجل الإسلام وبهديه. ولذلك شكل وصول تيار الإسلام السياسي للسلطة ولو عن طريق الانتخابات فرصة للمتطرفين كي يخرجوا من جحورهم وينتزعوا شرعية لوجودهم، وها هم في العراق وسوريا يحاولون اصطناع دولة يصفونها بالإسلامية. إذا كان العام 2013 في مصر عام انكشاف الإرهاب المتستر بعباءة الجماعات الإسلامية المصنفة معتدلة، فإنني أزعم أن العام 2014 بعد هذا الكم الهائل من الوحشية في قطع الرؤوس أو في سبي النساء ورجمهن والتنكيل بالأقليات الدينية كان العام الذي وضعنا في مساءلة مع الإسلام، وهل ما يحمله داعش هو إسلامنا، ومساءلة مع أنفسنا، وهل علينا جزء من المسؤولية لأن هؤلاء المتطرفين من مخرجات مجتمعاتنا، ومساءلة مع من يقدمون أنفسهم كأصدقاء أو حتى كحلفاء، وهل هم شركاء حقيقيون في مواجهة الإرهاب أم أنهم لا يتوانون عن توظيفه في خدمة مصالحهم. كانت دول عربية عدة ومنها خصوصا مصر طالبت بأن تكون هذه المواجهة وفقا لاستراتيجية شاملة، ولا تزال الحرب الجارية حاليا تفتقد مثل هذه الاستراتيجية. وعلى أي حال فهذه تبقى مهمتنا وواجبنا، لأن المشكلة مشكلتنا وعلى أرضنا تدور وقائعها. وهذا يعيدنا أيضا إلى مؤتمرنا الذي حرص منظموه على إبلاغنا بأنهم يتطلعون إلى اقتراحات عملية يراد رفعها إلى القمة العربية المقبلة. لا أريد أن أثبط الهمم، لكنني ألفتكم إلى أن للتطرف أسبابا خارجية لا تنفك تتضاعف وتستفز النفوس والنعرات، وقد ترك للحكومات أمر مواجهتها لكنها راكمت الإخفاقات إن حربا وإن سلما. فمنطقتنا العربية كانت ولا تزال منكوبة بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وهناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنه في ظل الانحياز الأمريكي الفظ للتطرف الإسرائيلي على مستويي الحكم والمجتمع يستحيل في ظل ذلك ليستحيل التبشير بالاعتدال، خصوصا أن العالم العربي تخلى عن خيار الحرب ضد إسرائيل، ومن الواضح أنه خسر السلام الذي أمل به في المقابل. ومع الاحتلال الأمريكي للعراق حصل تراجع استراتيجي عربي هائل على الصعيد الإقليمي، فتقدمت إيران لسد الفراغ واخترقت دول المشرق العربي وباشرت اختراق منطقة الخليج العربي، حتى أنها وبحكم الأمر الواقع باتت تتقاسم الوظائف مع الجانب الأمريكي في الحرب الحالية ضد الإرهاب. وقد فاقم التدخل الإيراني مسألة التطرف
إذ أضاف إليها عنصرا جديدا بات يتمثل هنا وهناك في صراع مذهبي مرفق بأجندة نفوذ وهيمنة لإيران. الأخوة والأخوات، سبق لكثيرين أن قرروا أنه على المستوى الداخلي البحت التطرف هو وليد الاستبداد، وهذا صحيح، لكننا نضيف إليه اليوم في ضوء التجربة وعلى المستوى نفسه من المسؤولية أن التطرف الأكثر عنفا يولد من تحالف المؤسسة الدينية مع الاستبداد، أو على الأقل من تعايشهما. ولدينا في العالم العربي والإسلامي نماذج مؤسفة، ففي مقابل حماية أنظمة الاستبداد والفساد تركت الجماعات المتأسلمة تؤسس لنفسها سلطة ونفوذا. أعتقد أن ورشات كتابة الدساتير الجديدة هنا وهناك حرصت على صياغة أنظمة تتوازن فيها السلطات للحؤول دون الانزلاق مجددا نحو التفرد والاستبداد. ومع أن العبرة في التنفيذ كما يقولون، فإننا يجب أن نعتبرها بداية صحيحة، لا بد من استكمالها بالتشريعات اللازمة لقيام دولة القانون والمواطنة. الورشة الأخرى الكبرى مطلوبة على مستوى المؤسسة الدينية التي تجد نفسها اليوم أمام تحديات غير مسبوقة لا يمكن مواجهتها إلا بإصلاح واسع وعميق يتعلق بالخطاب الديني، ولكن أيضا بالتربية وبالتصالح مع العصر. أما الورشة التي تعتبر مصيرية وأساسية فهي إصلاح الاقتصاد وتفعيل التنمية. وبهذه المنطلقات الثلاثة يمكن للمؤسسات الأخرى ولا سيما الثقافية والتعليمية أن تعمل وتقوم بالدور المطلوب منها. فمواجهة التطرف وتذويبه مهمة طويلة الأمد، لكنها تتطلب البدء بالعمل منذ الآن، بل كانت تتطلب ذلك منذ دائما. وكل تأخير يعني سقوط المزيد من أبنائنا اليائسين أو المضللين أو العاطلين عن العمل في مستنقع المتطرفين. والسلام عليكم. تحية من البداية أوجهها إلى مكتبة الإسكندرية وإلى مدينة الإسكندرية وأهلها الكرام على حسن الاستقبال وعلى الضيافة والترحيب التي حضينا فيها في عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية، فشكرا لكم جميعا. أسعدني في عنوان هذا المؤتمر هو نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف. من الجميل أن نعي جميعا بأنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تواجه هذا الفكر المتطرف، ورأينا كيف انتقل هذا الفكر من دولة إلى أخرى، وكيف تبنته دول بعد انطلاقه من دول أخرى، وتبادلنا بما يكفي الاتهامات بمن منا هو المصدر لهذا الفكر. لكن الأكيد أننا جميعا ضحايا لهذا الفكر المتطرف، و هذا الفكر الذي اتخذ أبعادا أكثر عنفا وأكثر تطرفا في السنوات الأخيرة بشكل فاق حدود التصور الإنساني. لن أطيل عليكم في كلمتي هذه، وإنما عندي بعض النقاط وبعض الأمنيات إذا سمحت لي أن أوجهها باسم كل امرأة عربية، باسم كل طفل عربي، بما أن المرأة والطفل هم المتضرر الأكبر من هذا الإرهاب. رسالة الأولى التي أرغب في أن أوصلها إلى المجتمعين الكرام أن هناك أكثر من 400 مليار دولار سنويا تصرف لمكافحة الإرهاب. أتمنى لو يعني نوهنا في استراتيجيتنا القادمة لمواجهة التطرف أن تصرف كمية مماثلة من هذه الأموال لبناء الفكر ولبناء القيم العربية في نفوس الأطفال وفي نفوس الطلاب. اهتمامنا كبير في الفترة الماضية بتنمية المعرفة ومن تحقيق جودة المعرفة كان على حساب جودة الفكر وعلى حساب بناء القيم في أنفس الجيل.
الجيل القادم. ملايين الملايين تصرف لإعداد منتخبات رياضية فاشلة في مقابل غياب للمسرح المدرسي، غياب للأنشطة الثقافية، غياب للمراكز الفنية والفنون التشكيلية، وتنمية ذائقة الجمال في أنفس الأطفال منذ سن مبكرة. إن النفس التي تتذوق الجمال من الصعب عليها أن تشوه هذا الجمال بدموية وبأعمال إرهابية شهدناها. رسالتي الثانية هي أن يكون هناك شقين لهذه الاستراتيجية. الشق الأول هو مواجهة ما يحدث حاليا على الساحة بدون إغفال نظرة مستقبلية لكيفية بناء جيل قادم خالي من هذه العقد التي ترسبت وتكونت في أنفس الجيل الحالي. من المهم جدا النظر إلى الطفل. 70% من الهوية التعليمية أو الهوية المعرفية يكتسبها الطفل قبل سن 7. فمن المهم جدا الالتفات لرياض الأطفال والقائمين على رياض الأطفال والقائمين على تشكيل فكر الطفل العربي، لأنهم هم المؤثر الأكبر في عقلية هذا الطفل. الجانب الآخر هو أن لا يعني يأخذنا التطرف في مواجهة التطرف، فنصبح متطرفين في الاتجاه الآخر بدون مراعاة لحقوق الإنسان، لكرامة الإنسان، لتحقيق يعني الأمن والأمان للمواطن، عدم أخذ الناس بالشبهات، التحري والتحقق، وأن لا يعني تجعلنا الفوبيا من التطرف ومن الإرهاب نخترق قواعد أساسية لحماية حقوق الإنسان. أشكركم على حسن إنصاتكم، شكرا لكم. شاركتنا وزارة الخارجية المصرية في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، وفي هذا شرفني أن أدعو السفيرة فاطمة الزهراء عثمان وكيل أول وزارة الخارجية لإلقاء كلمة السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، فلتتفضل سيادته. السيد الدكتور نبيل عربي أمين عام جامعة الدول العربية، السيد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، السيد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، السادة الحضور الكرام، السيدات والسادة. الصوت هذا. اسمحوا لي أن أنقل إليكم اعتذار السيد وزير الخارجية عن الحضور اليوم لارتباطات عمل مفاجئة، لذا كلفني بأن أقرأ عليكم الكلمة التي كان يود أن يلقيها في هذه المناسبة. تغمرني سعادات بالغة وأنا أقف اليوم مرحبا باسم مصر بتلك النخبة المتألقة من مفكرين ومثقفين الذين يعتد بهم عالمنا العربي بأسره، والذين تحتضنهم على مدى 3 أيام مكتبة الإسكندرية، ذلك الصرح الثقافي الحضاري الأشم، تلك المكتبة التي آلت على نفسها أن توقظ من رمادة التاريخ جذوة المعرفة المتقدة التي خلفتها مكتبة الإسكندرية قديمة لتحيي رسالتها الخالدة وتهديها من جديد للإنسانية جباء كمنارات للمعرفة ونبراس للتنوير يستهدي بوهجها كل من انطلخ على دروب البحث عن الحقيقة وكل من ثار على قوالب جمود الفكر ورفض إثار ثقافات الإنغلاق والتطرف. التطرف لعل ذلك المصطلح غدا اليوم من بين المصطلحات الأكثر شيوعاً في عالمنا المعاصر بل في حياتنا اليومية نحن العرب، في ظل ما يشهده عالمنا العربي شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً من موجات غير مسبوقة من تطرف في الفكر وغلو في التشدد المتشح زيفاً بالدين وصراعات طائفية ومذهبية مستعرة، بكل ما يترم في أكثر من بقعة عربية عزيزة علينا جميعاً من عملية عنف شرسة وجرائم إرهاب أسم. السادة الأشقاء العرب، ها هي بعض الملامح القاتمة للمحنة التي ألمت بعالمنا العربية اليوم الذي تجرفه رياح التطرف والإرهاب وتزعزع من استقراره نزاعات الغلو والتشدد وتهدد كثيرا من شعوبه في عيشها وأمنها وسلامتها، بكل ما يترتب على ذلك الوضع العربي شديد الاضطراب من تداعيات جد خطيرة ليس على الأمن الإقليمي فحسب بل وعلى الدولي أيضا. فذلك الإرهاب الذي انطلق من ورثة التطرف وبات عابرا للحدود بل والقارات انكشفت أهدافه الحقيقية في إشاعة الفوضى وإسكاء الإحن والصراعات الأهلية والعمل على إسقاط الدولة الوطنية وإعادة رسم الحدود بشكل عبثي،
لصالح كيانات دخيلة على أوطاننا وغريبة عن حضارتنا وثقافاتنا العربية الإسلامية الأصيلة، حيث تستخدم تلك الكيانات كمطية لتحقيق مصالح قوى تجد ضالتها في تفتيت الأمم وترويع الشعوب. وليس خافياً أن التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الفكر المتطرف مسوغاً لأنشطتها الإجرامية تشكل شبكة واحدة من المصالح ويدعم بعضها البعض معنوياً بل ومادياً عند الحاجة. فرغم ما يبدو من اختلاف ظاهري في مدى تطرفها أو في طبيعة أهدافها في كل بلد على حدة، سرعان ما يتكشف منبتها الواحد المتمثل في ثقافة التطرف والكراهية سعياً لتحقيق مآرب سياسية أو مكتسبات اقتصادية داخلية أو خارجية على السواء. ومن ثم فإن اتباع أسلوب انتقائي في مواجهة الأرهاب من حيث مجابهة تنظيم محدد مع غض الطرف عن التنظيمات الأخرى سيأتي ولا شك بنتائج عكسية. السادة الضيوف الكرام، إيماناً من مصر بأن التطرف ظاهرة مركبة الأبعاد متداخلة العناصر ومتشعبة الجذور، وجه الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور من منبر القمة العربية 25 في الكويت في مارس الماضي دعوة إلى مفكري العالم العربي ومثقفي لتلتئم نخبة منهم في مكتبة الإسكندرية لوضع مشروع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة التطرف لطرحها لاحقا على القمة العربية، ثقة من مصر فيما يتمتع به مثقفونا من يقظة الإدراك وغزارة المعرفة وعمق التحليل بما يمكن هؤلاء المفكرين الذين يمثلون في مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وجدان العالم العربي وضميره اليقظ من بلورة خلاصة العصف الذهني الذي تقف على تنظيمه مكتبة الإسكندرية في تصور شامل أمام صانع القرار العربي بما يسري إلى حد بعيد نطاق المعطيات التي تستند إليها حكوماتنا لوضع استراتيجية تحرك عربي جامع لانتشال شعوبنا من شرور التطرف وبراثن الإرهاب. السيدات والسادة، ولعل أولى المبادرات الخلاقة التي انطلقت بالفعل في هذا المضمار جاءت من الأزهر الشريف، حيث لا يسعني سوى الإشادة بمؤتمره لمكافحة التطرف والإرهاب الذي استضافته مشيخة الأزهر في 3 و4 ديسمبر الماضي، والذي خرج ببيان الأزهر العالمي مؤكدا نهجه كمرجعية دينية للمسلمين جميعا مسلطا الضوء على قيم الوسطية والاعتدال التي تمتع بها الإسلام والملتزمة بصحيح الدين مجابهة للتطرف وتصديا للإرهاب في شتى أشكاله وألوانه، ومجسدا دور الأزهر المحوري بالنسبة لتصحيح الفكر المغلوط والمفاهيم الدينية المحرفة التي يتعمد المتطرفون في توظيفها التستر وراءها تبريرا لفكرهم المنحرف وعقائدهم المنغلقة. السادة المفكرون والمثقفون العرب، إذا كان البعد الديني يظل الأكثر وضوحا في ظاهرة التطرف بالنسبة لعالمنا المعاصر، إلا أن تلك الظاهرة كما نعرف جميعا لا تنحصر في الدين فحسب، كما أن الحل الأمني وحده مهما كانت ضرورته وفعاليته لأنه لن يستطيع قط وحيدا التغلب على الظاهرة في شمولها. من ثم فإن أي تحرك عربي مقبل يتطلب دراسة متأنية من قبل أهل الفكر لصبر أغوار هذه الظاهرة الخطيرة بالتناول المتعمق لجذور الظاهرة وأبعادها ولجملة العوامل التي تعتلق في خباياها سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو نفسية ناهينة عما تفرضه إشكاليات الهوية والانتماء من قضايا ممتدة عبر الأجيال. السادة الأشقاء العرب، يحدوني عميق الثقة في مدى تمكن المثقف العربي من تحليل ظاهرة التطرف في أشكالها المختلفة تمهيدا لمشاركته باقتدار في وضع استراتيجية عربية لمجابهة التطرف سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تعمل على نشر وترسيخ قيم التسامح والتعددية والمواطنة والتنوع على النحو القادر على تزويد الأجيال الجديدة برصيد ثقافي وفكري سخي كفيل بتمكينها من وقت التطرف في مهديه. فما أحوجنا اليوم إلى ذلك التواصل الممتد بين الفكر والسياسة للتفاعل معا لبرورة تلك الاستراتيجية الجامعة التي نتطلع أن تكون بمثابة صحوة تنويرية جديدة فكرا وعملا قادرة على التغلغل في شرائح مجتمعاتنا العربية كافة ممتدة إلى جذورها متشعبة في مناحيها حريصة على الاستخلاص من نفائس تراثنا التليد كل ما يتسق مع مقتضيات العصر من انفتاح معرفي رحب وتطور علمي سريع الإخاء
تعمل على تقويم النسق الفكرية النمطية السائدة للاستجابة لمتغيرات الغد وتطلعات الأجيال المقبلة، إلى أن تعود حضاراتنا العربية الإسلامية الأصيلة إلى موقع الصدارة من جديد، وينطلق عالمنا العربي بثقة كقوة فاعلة في المعترك الدولي المعاصر. جزيل الشكر. وهذا خارج عن إرادة السلطة السعودية، وخارج حتى عن إرادة أهاليهم، يعني آبائهم وأمهاتهم وأسرهم، لأنهم متشبعين بهذا الفكر ومقتنعين بأن هذا من خلاله يصل إلى الجنة وإلى الحور العين وغيرها مما يبشر به الصالحون. أنا أريد فقط أن أعلق على ما قاله أيضا أحد الزملاء من أن العدالة إذا ما سادت يمكن أن تقضي على هذه الظاهرة. حقيقة في المملكة ودول الخليج، ليس فقط في المملكة، أنعم الله عليها بالبترول فوفر للمواطنين كل ما يمكن أن يعني يتمناه الإنسان. في المملكة على سبيل المثال 170 ألف مبتعث خارج المملكة، لا رغم وجود 30 جامعة في المملكة يدرسون على حساب المملكة، كل النفقات من تذاكر من راتب شهري وهم في بلدانهم خارج يدرسون، أيضا العلاج، الضمانات كلها موجودة من كتب من غيرها، كلها على حساب المملكة. أيضا في داخل المملكة كل من لا يملك بيتا الآن يتم تأمين بيت له، الأرض والبنى، ثم يسلم له منزلا يسكن فيه. أيضا من ليس له وظيفة حتى الآن يصرف له مرتبا شهريا إلى أن تتوفر أيضا الوظيفة بالنسبة له. العلاج الصحي يتم مجانا أيضا في المملكة، وفي حالة تعذر وجود العلاج في المملكة يتم علاجه خارج المملكة على حساب الدولة أيضا. بمعنى أنه هذه ليست دائما تكون سببا رئيسا في عملية منع هؤلاء من أن يقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية. عندما نتحدث عن الإصلاح، الإصلاح مطلب موجود في كل دول العالم. عندما نتحدث عن الفساد، موجود في كل دول العالم. عندما نتحدث عن أحيانا الخيارات اللي يتم اختيارها في الوظائف القيادية وغيرها، أيضا هذا اجتهادات وقد تصيب وقد لا تصيب في مختلف دول العالم. وشكرا. شكرا سيد خالد. الدكتورة سلوى. شكرا للملاحظات والمداخلات، بالفعل كانت مداخلات أثرت وفتحت نقاط لدينا. أنا سأختصر حديثي في بعض الردود، ربما سؤال وجه لي للأستاذ، عفوا يعذرني لم أحتفظ بأسمه، اللي هو يعني اعترض على تعريفي للتطرف، ولكن أنا أرد عليك بأني أنا ركزت على مفهوم التطرف بشكل عام ولم أربطه بالتطرف الديني. أنا عندما تحدثت عن التطرف بشكل عام، التطرف هو شذوذ وخروج عن الإجماع المتفق عليه من القيم والثوابت والأسس التي تقوم عليها المجتمعات، ومن هنا ربطت بأن لا تعترف أي مجموعة بأنها متطرفة. لم أربط التطرف في الجزئية هذه بالذات بالدين مثل ما فعلت حضرتك. أيضا هناك ملاحظة من أحد الأعضاء الكرام الذي تحدث عن أن الأسباب ظهرت كأنها مبررات. لا بالعكس، هي ليست مبررات، ولكننا نريد أن نشخص سبب الداء، ونريد أن نحدد الوجع لكي نستطيع أن نضع استراتيجية لعلاجه. فبالتالي الأسباب هنا لم توضع كمبررات ولم تطرح كمبررات للتطرف. أيضا في ملاحظة من هنا اللي هي لابد من الصراحة مع أنفسنا. الصراحة مع أنفسنا واجبة، ولكن هذا لا يعني أن نحن للسيء لأن نحن الآن في الأسوأ. لا أحد يستطيع أن ينكر بأن صدام حسين والقذافي كانت أنظمة ديكتاتورية، ولكن لا يعني هذا أن نترحم على تلك الأنظمة وتلك العهود لأننا فقط الآن مع داعش. بالعكس، كان نحن مفروض نحن نحلم بالأفضل عندما خرجنا ضد هذه الأنظمة. فيما يتعلق بوضعنا في ليبيا، أنا أريد أن أنبه إلى نقطة معينة، بأن في ليبيا ليست لدينا مشكلة مع الدين، ولكن فيما نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين وفسروه حسب وجهة نظرهم وكفروا باقي المجتمع وتحالفوا مع جزء من المنظومة السياسية والتي أرادت أن تنقلب على الانتخابات الأخيرة في ليبيا بعد خروجها من المشهد السياسي في الانتخابات الأخيرة بعد أن استولت على المال والسلاح. هذا ما يحدث في ليبيا. هناك محاولة لانقلاب تيار معين على السلطة في ليبيا بعدما أقصاه صندوق الانتخاب.
أيضا فيما يتعلق بأسباب التطرف، أنا أعتقد أن أسباب التطرف، وأنا أشرت لها بأن في دول زي مثلا السعودية الفقر، مثلا السعودية وليبيا أيضا لا يعتبر الفقر من الأسباب التي تدفع للتطرف، ولكن الاستبداد الأنظمة السياسية ومنع التداول السلمي للسلطة هذا سبب من أسباب التطرف وعدم الاعتراف بالآخر. فبالتالي هذه الأسباب لا يشترط أن نفس السبب نجد مثلا في كل دولة من الدول العربية، في سبب يعني يبرز في دولة ما مثل الفقر ممكن نتحدث عن الفقر في مصر كسبب من أسباب التطرف، بينما الاستبداد، عدم الاعتراف بالرأي الآخر، عدم احترام، عدم الوعي والثقافة أيضا مثل ما تحدث الأستاذ أحمد، هذه كلها أسباب يعني نجدها تنشط في دولة ربما تخبو في دولة أخرى، أحيانا نجدها مجتمعة لسيما مثلا إذا تحدثنا عن الفقر والتعليم والأمية قد نجد أن هذه الأسباب تجتمع مع بعض. فبالتالي نحن نحاول أن ندرس هذه الأسباب بشكل عام، لا يشترط أن تكون مجتمعة، قد تجتمع وقد لا تجتمع، قد ينشط سبب في دولة قد لا، ولكن نحاول أن نضع هذه الأسباب، هذه هي الأسباب التي من خلالها نستطيع أن نرسم استراتيجية صحيحة لعلاج التطرف. شكرا لجميع. شكرا جزيلا أستاذ غير. أنا بس بدي أرجع أول مرة تانية، لما تحدثنا عن التطرف مش بمعنى البداية كسلوك فقط، مجرد التطرف يواكب عادة العنف، والعنف قد يكون أحيانا عند بعض الفئات مش بظروف مثل الظروف الراهنة وسيلة تعبير لدى فئة مضطهدة، كمان مضطهدين بيلجأوا للعنف، فإذا بالتالي بيلجأوا للإرهاب لانتزاع أو محاولة انتزاع حقوق. الآن الظروف مختلفة، كل الفئات اللي بتمارس الإرهاب مثل القاعدة وداعش وغيرها بغير ظرف بغير مرحلة. أقصد في مجتمعات أوروبية شهدت حركات أو حركات احتجاجات ارتبطت بالعنف للتعبير عن هل هو الضخمة بين الطبقات الوسطى أو الفقيرة والأغنياء بسبب مشكلة الفساد. كان الأداة كانت عندها هي بالعنف، ولكن هي كانت ظاهرة عابرة لأنه هناك مجتمعات مختلفة إلى خصوصيتها في حد أدنى من الضمانات الاجتماعية والاعتراف بالحقوق بالمساواة بين المواطنين جميعا. بس تفضل. شكرا جزيلا، والله أنت متدخل مثالي. بس أنت وسام بتستفزني صح؟ طيب طبعا أنا مش حابة أدخل في جدل بقدر ما أنا حابة نوصل لنتائج، فعشان كده مش هرد كل شيء بشيء، بس أنا حابة أقول حاجتين. إحنا ليش بنتبرأ من داعش؟ لماذا مصرين أن ندفن يعني رأسنا في الرمال؟ الجماعة بيكتبوا بيستندوا الآيات القرآنية واضحة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا فخلاص يعني جايبين من الآخر يعني، فهم بيصنفوا الآخر كافر. فالمشكلة مشكلة تفسير، مشكلة تفسير للإسلام، هذه مشكلة لازم نواجهها. ده واحد. اثنين، حجم التأييد لداعش، حجم التأييد لداعش يجب أن لا ننكره. يعني أدخل المواقع التواصل الاجتماعي، أجلس مع الناس في مجالسهم، برغم الغضبة الشعبية على داعش في 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 الكثير منهم، والله بيحل دولة الخلافة. طب مين اللي غذاهم بدولة الخلافة وعظمة الخلافة؟ تاريخ زي ما ذكرت، تاريخ مزيف. إيش أنا عايز أشوف أعظم خلافة دي اللي إحنا بنحن إليها؟ هذه واحد. اثنين، إحنا بندرس الأطفال وبندرس المراهقين. يا جماعة أنا أقول وجهة نظري توضيحاً. في إيه؟ مش فاهم. لحظة توضيحاً بس فهم من كلامك أنك تستهجنين دولة الخلافة، يعني وضحت رأيك إيه؟ أنا بتكلم هم لم توجد دولة الخلافة بعد علي، كل ده ملك عضوض منذ أن طلب معاوية البيعة ليزيد. كفانا بقى أصنام في العقول وغير صحيحة. الإسلام لا، الخلافة ليست من الإسلام في شيء. لحظة واحدة يا دكتور مصطفى، قلت رأيك واسمع رأي الآخرين. بس انا ما كملتش رايي. المدينه كانت فيها دوله اسلاميه صحيحه. لا 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 اكيد صح. اكيد اني انا ما اقصدش هذا الا لو تربط. معلش اسمح لي. طب يعني اكيد بعد الخلفاء الراشدين لا خلاف. خلاص يطلع واحد الان يدخل يكفرني ويدخل. من فضلك من فضلك من فضلك. يطلع واحد يكفرني. اهدائي من فضلك. اهدائي نفس المأساة. اهدائي من فضلك. اهدائي من فضلك. طب ممكن تقول كلمه ثانيه استاذ وسام؟ يا دكتوره وسام معلش انا حرد. انا مش بتردي ممكن بس ميكروفون الاستاذ عشان نسمع وجهه نظره. لا انا ما كملتش كلمة.
كلمتي اخذ وقتك. حاضر ساعود لك الكلمه. تفضل بس. يعني بالتاكيد اني مقصود شخص حاضر يا استاذ محمد بن عبد الله. يعني تفضل قول رايك بسرعه. تاكيد وضوحه باختصار شديد ان كانت لدينا دوله اسلاميه حقيقيه دوله المدينه. هذا راي صحيح. هذا راي صحيح. دعونا نستمع اليه بفضلك. كان قولك أن لدينا كان لدينا دولة إسلامية وهي دولة المدينة. صحيح. هل لك أي تدخل آخر؟ أشكرك. تفضلي يا أسامة. بالتأكيد إن أنا لا أشير لدولة المدينة يعني إلا لو في أحد حابب يتربص زي لما كنا إحنا مثلا في اليمن أيام ما كنت أدافع عن الحوثيين. لم يتربص أحد. أكمل كلامي لو سمحتم. لما كنا ندافع عن الحوثيين كنا نتهم بالتشيع، ولما الان بنهاجم الحوثيين بنتهم ان احنا دواعش. مش عارفه ايش مؤشرات الدواعش اللي عندنا بس بنتهم بهكذا. لكن خلينا حكمل ومصر حكمل. تفضلي. معنى انه هذا الشباب لما عايز يعيد دوله الخلافه اللي هو بيحلم فيها واللي هو احنا مجدنا له هي الى ما لا نهايه، هو حقه انه يستعيد دوله الخلافه. خلاص احنا ليه زعلانين؟ بطريقته بآلياته بوسائله، طالما في ناس بتأيد كده هذا شيء اخر. واحد. اثنين، كل الجماعات الدينية سواء كانت سنية أو شيعية ستجد تأييد شعبي، هذا لازم إحنا نعترف به لأنها تتحدث باسم السماء. فيجب يكون عليهم الرد بشكل مقابل، مش أنا اللي أرد عليهم، رجال الدين فعلا هم المكلفين بالرد عليهم. ثلاثة، إحنا لما بنعطي مبررات الفقر صحيح إلى حد ما، الجهل صحيح إلى حد ما، لكن معظم القيادات من أسامة بن لادن لجماعة الأسرة الظواهري للعولقي هذه كلها ناس لا تعاني من أي فقر، وكثير من إحنا نعرفهم وينتمون. ما خلصتش الدقيقتين يا جماعة. والله خلص. طب نص دقيقة. طب سريعا. طيب نص دقيقة. اثنين أخيرا، إحنا بنتكلم عن الناس اللي عايشة في الغرب واللي بتنضم لداعش، هذول لا عندهم مشكلة سياسية ولا عندهم مشكلة تقييد لحرياتهم في المجتمع ولا عندهم مشكلة تأمين صحي ولا عندهم مشكلة تأمين تعليم، ومع ذلك بينضموا. يبقى لازم احنا نعترف اين السبب.